الداخلية بأن وحدات أمنية خاصة وجهت أمس ضربات قوية وموجعة لعصابات أولاد الأحمر الإجرامية في منطقة الحصبة بأمانة العاصمة، ونفذت عمليات نوعية وشجاعة تمكنت خلالها من إخراج المعتدين من عدد من المنشآت والمرافق العامة في منطقة الحصبة بأمانة العاصمة وتطهيرها من تلك العصابات. وقال المصدر إن وحدات القوات الأمنية الخاصة تمكنت من تطهير مبنى وزارة الإدارة المحلية ومبنى مركز مكافحة الجراد بمنطقة الحصبة من عصابات أولاد الأحمر بعد أن طلبت منهم الخروج منها وتسليم أنفسهم ليد العدالة. يأتي ذلك بعد أن كانت وحدات الأمن الخاصة قد تمكنت في وقت مبكر من صباح أمس من تطهير محيط مبنى اللجنة الدائمة من العصابات المسلحة لأولاد الأحمر. حيث صد حراس المبنى الأبطال الأمناء العديد من محاولات الاقتحام بهدف السيطرة على المبنى لكنها منيت بالفشل الذريع. وقال المصدر إن القوات الأمنية لقنت أولاد الأحمر وعصاباتهم الإجرامية المسلحة درسا قاسيا وكبدتهم خسائر فادحة، منوها بأنه تتواصل حاليا عملية مطاردة العصابات المسلحة التابعة لأولاد الأحمر التي تفر من مكان إلى آخر في منطقة الحصبة. وشدد المصدر بأنه بعد أن تم التنبيه للإخوة المواطنين الساكنين في المنطقة والذين لم يغادروها بالمكوث محتمين بمنازلهم وعدم السماح بالدخول إليها مهما كان من قبل الغرباء مهما كانت المبررات والدوافع، فإن المقاتلين الأبطال عازمون على تطهير بقية المنشآت والمباني العامة من أولاد الأحمر وعصاباتهم ووضع حد لما يقومون به من أعمال تخريبية واعتداءات على المنشآت والمباني الحكومية ومنازل المواطنين والممتلكات العامة وما يرتكبونه من جرائم قتل وترويع للمواطنين الآمنين. وكان أولاد الأحمر وعصاباتهم المسلحة واصلوا اعتداءاتهم الإجرامية ضد المباني والمنشآت العامة في منطقة الحصبة. وقال المصدر المسؤول إن أولاد الأحمر وعصاباتهم المسلحة قاموا مساء الثلاثاء بنهب مخازن الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف وإحراق مخازن الهيئة ومحتوياتها من المعدات المخصصة للمشاريع الخدمية في مختلف محافظات اليمن والتي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الريالات وتعد من الممتلكات العامة للشعب اليمني. وحمل المصدر المسؤول أولاد الأحمر وعصاباتهم الإجرامية المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة، وقال إن أولاد الأحمر يتحملون المسؤولية الكاملة أمام الشعب والقانون جراء هذا الاعتداء الهمجي وإتلاف تلك المعدات والأجهزة في مخازن الهيئة. وقال المصدر إن هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب وممتلكاته العامة من قبل تلك العصابات الإجرامية من أخطر الجرائم المنصوص عليها في قوانين العقوبات والإجراءات الجزائية، وأنه لابد لمرتكبيها أن يمثلوا أمام عدالة القانون. ودعا المصدر الأمني في ختام تصريحه ملاك المباني والعمارات المرتفعة بعدم تأجير عماراتهم لأي عناصر مسلحة حتى لا يتم استخدامها للاعتداء على المواطنين وقوات الأمن وإقلاق السكينة العامة، وأن عليهم سرعة إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي وجود لعناصر مسلحة في عماراتهم حتى لا يتحملوا المسؤولية القانونية تجاه أي عمل تخريبي أو إرهابي يصدر من تلك المباني والعمارات التي يملكونها، مشددا بأن على الإخوة الملاك الذين سبق وأجروا مبانيهم سرعة الإبلاغ عن ذلك سواء أجرت لأشخاص أو باسم شركات خاصة.
احنا فعله اهلا الله سلمية. الله يرضى عليك يا فندم الحزاك سلمية 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 وكن عظيم من ذلك ماشي ومش تبصر على نعدي جازم من ما سلمية خير الله العمل الإجرامي من قبل الشيخ أولاد الأحمر. سلمية سلمية. سلمية سلمية. فعلوا عيال الأحمر. يضربوا عشوائي للمدن. عشوائي. للحواري. عشوائي يضربوا عشوائي. ورا عندنا ايوه ورا عندنا يا اخو سنه يا زلمه